فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فهل المقصود طمأنينة القلب والنفس أم طمأنينة الجوارح؟ طمأنينة الجوارح ما في شك، إن طمأنينة القلب هي الأصل، نعم، لكن الطمأنينة تكون بالجوارح، لو خشع قلبه هذا لسكنت جوارحه كما في الحديث، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.